مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. مقابر جماعية لجثث مجهولة في احياء تعز تثير رعب السكان. معونات إنسانية في اليمن لا تصل إلى المستحقين في الغالب. في عدن أزمة سير مرورية في شوارع المدينة. في الحديدة مقبرة منذ الفتوحات الإسلامية تحتاج للاهتمام. تحذيرات من تلوث الأحواض المائية في إبن من مجاري الصرف الصحي. ترميم حصن الغويزي بالمكلا بعد سنوات من الإهمال. أبين زراعة القطن تتراجع. الأزياء الشعبية في البيضاء موروث ثقافي مستمر. فنان يمني يحول إطارات السيارات إلى تحف وأثاث بطرق فنية. اكتشفت الأجهزة الأمنية بتعز وجود مقابر جماعية تحوي عددا من الجثث مجهولة الهوية في أحياء المدينة، لتضع الكثير من التساؤلات حول هذه الجثث وما آل إليه الوضع الأمني. كلما حاولت تعز استنشاق روح الحياة المفقودة عن أحيائها، لاح في الأفق شبح زرع الخوف ليعود بالمدينة نحو مربع البحث عن الأمن والسلام. يوم بعد آخر حمل أخبار رعب لمقابر جثث مجهولة الهوية، صنعت الرعب في قلوب السكان وزادت من معاناتهم. بالنسبة للجثث التي ظهرت مؤخرا في سوق الصميل، عادت بشكل كبير الرعب لدى المواطنين. كذلك نأمل من الجهة المختصة ومن الجهة المسؤولة أن تقبض على الجناة الذين تسببوا في دفن هذه الجثث التي أعادت القلق لحي تعز. ثلاث مقابر جماعية لإحدى عشر جثة مجهولة الهوية عثر عليها بمنازل متقاربة في حي سوق الصميل بتعز، حيث أخفت ملامح مسرح جريمة ارتكبت بحق أجساد أخفتهم الحرب عن أسرهم ورمت بهم هنا. نحن نقول هذه جرائم ضد الإنسانية وقد ترقى إلى جرائم حرب إذا ما توفرت شروط معينة، ما لكن ينبغي أن تتعامل الأجهزة المعنية بمسؤولية واحترافية تجاه هذه الوقائع، ويكون الغاية من هذا الأمر أو من إظهار هذا الأمر هو الوصول إلى الحقيقة ومعرفة حقيقة ما تم حول هذه الجثث. أخفت المقابر العديد من الجثث التي صنعت جدران منعت النظر نحو زاوية من يقف خلف أدوات الجريمة البشعة التي كانت ضحية الانفلات الأمني كما يقول مراقبون، والعثور عليها إنجاز أنجزته الجهات الأمنية من نظر البعض. أوجه رسالة إلى عبركم إلى كافة الأجهزة الأمنية والمستويات الأمنية بالمحافظة أن تتحلى بالمسؤولية، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق ونقابة المحامين والجهات الأمنية لتقف على حقيقة هذه المقابر التي كل يوم نسمع عن إعلان جديد ولكننا في الواقع لا نعلم أو لا نقدر أن نفتي دون أن تكون هناك تحقيقات جادة وواقعية تصل إلى كشف الحقيقة وإجلاء الغموض حول هذه الأمور، من أجل أن نصل أولاً أن نحفظ حق الضحايا، ومن أجل أن نصل إلى الجناة ونقتص للضحايا حتى لا يفلت المجرمين من العقاب. بالنسبة لما يروج له بعض وسائل الإعلام من موضوع المقابر الجماعية والجثث اللي تم العثور عليها، طبعاً ما يزال التحقيق جاري وما تزال اكتشاف عملية اكتشاف بعض المقابر إلى الآن ما زالت جارية. سيتم التحقيق وسيتم الكشف عن الملابسات في وقتها، ونعدكم إن شاء الله بمؤتمر صحفي موسع عن كل المعلومات. إشراقة أمل أخفت مقابر الجثث مجهولة الهوية صنعت الرعب في قلوب السكان وأزالت الستار عن مسرح جريمة ارتكبت بحق مجهولون قد تعدم الحياة عن أحياء تعز إن استمر تجاهل الجهات الرسمية.
رغم الحديث عن دخول وتوزيع المعونات الإنسانية إلى اليمن، إلا أن المواطن اليمني يشكو من عدم وصول تلك المساعدات والمعونات إلى المستحقين. أنا كنت تاجر وفلست، نشتي رز ونشتي دقيق ونشتي زيت ونشتي من هذا البيت، بس عاد أنا ما استلمت إلا هاي. قد لي حوالي مدة السنة. هكذا قابلناه باحثاً عن رمق بسيط يسهل لقمة عيشه مع أطفاله، مؤن إغاثية احتاج لها من أضرتهم الحرب بما فيها من مجاعة مؤلمة وأمراض موجعة جعلت أغلب من يسكنون البلاد يعيش على المساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الخارجية لتصل إلى بعض المستهدفين فقط. سنة ناجي بعد مواد غذائية القهال ويسام معوق معور وما أدوا له أي حاجة، حولونا لعند واحد اسمه ماجد بطانيات ومواد غذائية وما صرفوا لي إلى حد الآن لي سنة، وأنا أجري أدور ولا عندي عمل ولا شيء، معي 7 قهال ولا أدوا له أي حاجة، والآن أنا أجري أدور من مكان لمكان فين أروح. كاميرا السعيدة توجهت ميدانياً لمعرفة الحقيقة، فكان أن رفضت بعض الجهات المسؤولة عن توزيع الإغاثة توضيح ذلك، فيما وافقت جهات أخرى وبصدر رحب. نحن مختصين طبعاً في أمانة العاصمة مثل ما قلنا في 5 مديريات، هي 70 ومعين والتحرير والصافية والوحدة، في هذه المديريات موزع في الأمانة، بقية المديريات الـ5 في أمانة العاصمة يوزع فيها شركاء آخرون. الوصول إلى كل المستفيدين يحتاج مضاعفة كمية المساعدات التي تأتي إلى البلد لتغطي أكبر شريحة من الناس. سجلت هنا في المشروع يعني فعل قالونا لا قالونا ما بش ولا يعني تركنا المعمل، قد إحنا خاسرين خسارة يعني في هذا النص الشيء، وإحنا نتابع الموضوع بعيد ولا دونا أي حاجة في هذا المشروع، بيدوا بعض الناس بدون ما هم نازحين بدون أي حاجة، يعني تفرقات قوية على الدرجة. نشكر قناة السعيد على هذه اللفتة الكريمة، ندعو قناة السعيدة أن تهتم بالجانب الإنساني والجانب الإغاثي وأن تولي هذا الموضوع كل اهتمامها، لأنه يخدم الشعب اليمني في هذه الظروف التي تعيشها البلد. آليات مختلفة في تسجيل المستهدفين وتقسيم المناطق إلى مربعات من أجل احتواء الجميع، إلا أنه رغم حجم المساعدات الإنسانية تظل الأوضاع المعيشية أسوأ، مما يستوجب زيادة في الجهود والمتابعة، فالبعض وإن حصل على الإغاثة يبيعها بأبخس الأثمان. طبعا هناك عدد من المستفيدين يبيعون المواد الغذائية، نحن طبعا في مشروع التغذية المدرسية نقف في كل توزيع عند هذه المسألة، قضية بيع المواد الغذائية، ونعمل تعاميم للناس، نعمل توعية للناس أن بيع المواد الغذائية أو المساعدة الغذائية غير صحيح، لكن نفاجأ أحيانا من بعض المستفيدين يقول أنه أنا أبيع المواد الغذائية لأحتاج لمادة أهم من المواد الغذائية وهي علاج لأمراض مثل السرطان مثل السكر مثل غيره، أو أبيع المواد الغذائية لأن المادة التي وصلت إلينا غير مناسبة فأضطر إلى بيعها. آلية عملنا في المشروع تعتمد على تشكيل لجان ميدانية تقوم بالنزول الميداني في كل مركز توزيع في 1950 مركز، يتم الاعتماد على اللجان الميدانية في تسليم المستفيدين يدا بيد من خلال كروت ومن خلال التحقق من بطاقة المستفيدين، من خلال أيضا قوائم المحتاجين والوحدة التنفيذية الناجحين. إن من يكسب الحرب ليس من يملك آخر رصاصة بل آخر قرش، وهؤلاء لم يعودوا يملكون شيئا، ليتهم يعلمون أن الحرب لا تستعر نيرانها في أجواف المدافع فقط بل في قلوب الناس وبطونهم. يشكو الكثير من المواطنين والسائقين في عدن صعوبات في حركة السير واختناقات في الحركة المرورية في أغلب شوارع المدينة. تشهد مدينة عدن ازدحاما مروري يكاد يخنق المواطنين وينغص يومياتهم،
حيث تجد أكثر الطرقات ازدحاماً، واقعاً يعيشه الأهالي كل يوم، بل يزداد حدة وسط النهار ووقت الذروة، حيث تجد معظم الشوارع عبارة عن طوابير طويلة لسيارات مزدحمة دون مبرر سوى عشوائية السير وغياب رجل المرور أحياناً. ما فيش معانا عسكر نظم الحركات، ما فيش معانا مندوبين بالفرزة، كلهم حملوا عشوائي. اللي يشين الزر راكب يوقف له بالخط، واللي يشي يطلع راكب يوقف له بالخط، هيك انت تبع الزحمة. علشان الناس يعني مزحومين، واللي يشي يقطع طريق كذا، واللي يقم عاكس. السائقون والمواطنون على حد سواء يشكون تضررهم نتيجة ما تسببه تلك الاختناقات والعشوائيات في السير من عدم الوصول إلى مقرات أعمالهم في الوقت المناسب. السبب الرئيسي للزحمة سبب أصحاب الدبابات، إحنا أصحاب الدبابات منشان ندور عمل وشغل، نوقف ساعة بالقولة منشان نطلع ركاب، وفي مضايقات من أصحاب الباصات اللي تحمل لحق يوقف بنفس الخط عشان ما يطلع من القولة إلا هو مليان، ما يرضى يطلع هو فاضي أو معه نفرين أربعة، وهو سبب مشكلة الزحمة هذه كلها. الازدحام المروري في عدن ظاهرة تخنق المواطنين في ظل غياب مخطط مروري جاد وفعال لتخفيف هذا الازدحام والحد منه. شوارعنا في عدن ضيقة، ولابد في من تواجد يعني زي ما تقول القصور او الممرات على الشوارع الواسعة، هذا بحد من معاناة المواطنين من الازدحام. يبقى مشهد الازدحام المروري وتكدس العديد من السيارات والباصات ملفت للانتباه والأنظار، ما يتطلب وضع حد للمشكلة التي باتت تؤرق الكثيرين. يعاني سكان مدينة البيضاء من شحة المياه الصالحة للشرب وارتفاع خيالي في أسعار الوايدات في ظل جفاف معظم الآبار في فصل الشتاء وعدم وجود مشاريع مياه صالحة للشرب. عبئا جديدا يقع على كاهل المواطن البيضاني ليزيده حملا فوق حمله. تعاني مدينة البيضاء من شحة في المياه الصالحة للشرب وارتفاع متزايد في أسعار وايتات الماء. نحن نجيب الماء من قرعة المظفر، لا هناك حوالي 5 أو 7 كيلو زبد، وبعدين تخرج 2 كيلو وعر. الآبار اللي في مدينة البيضاء استنزفت، يعني نجيب الماء من خارج البيضاء، منطقة آل عيسى، مناطق خارج المحافظة. لكن معظم آبار المدينة مالحة، معنا بيرين في السد نشفت هذه الأيام، جافة. جفين ما فيش أمطار، في على ما الأمطار متى ما امتلأت أسد رجعت الآبار لأنها تستورد الماء من السد. هذه اللي هنا معنا في البيضاء، ناحية البيضاء اتجاه عزة كلها الآبار مالحة، ما يصلح للشرب غير صالح. أصبحت حنفيات السبيل وجهة الكثير من الأسر في مدينة البيضاء، يقصدونها ليستقوا منها شربة ماء بسبب عدم مقدرتهم على شراء واية يسد حاجتهم، مما جعل حياتهم أكثر صعوبة وعناء. تعاني الناس من شحة المياه وقلة الموارد، فنناشد الجهات المختصة والمنظمات ذات العلاقة بأن يتبنوا هذه الاحتياجات. اليوم وإحنا في بداية الشتاء وسعر البوزة 10,000، كم يكون سعرها نهاية الشتاء أو في منتصف الشتاء؟ الجدير بالذكر أن مدينة البيضاء تعتمد على مياه الأمطار في تغذية الآبار الجوفية داخل المدينة، إلا أن هذه الآبار قد جفت في وقت مبكر، ويعود ذلك للحفر العشوائي للآبار، مما أدى إلى تفرق المياه بين تلك الآبار العشوائية واستنزافه بشكل كبير. مدينة البيضاء تتغذى من الآبار، فيما سبق تحت استشارة من فريق صيني تم إعطاء نصيحة ببناء سد وتم العمل بهذه النصيحة، ولكن الإشكال أنه هذا السد لا يغذي إلا آبار قليلة في مدينة البيضاء لا يلبي احتياجاتها لأسباب عديدة. رقم واحد، شحة الأمطار في خلال هذه الأعوام الأخيرة عمل على تواجد مياه قليلة في السد، وبالتالي عكست على شحة المياه داخل هذه الآبار. اثنين، أصبحت مدينة البيضاء مدينة أهل بالسكان،
والكثير يتهافت عليها ويعمل على بناء المشاريع والمنازل والتوسع فيها، مما استنزف كميات كبيرة من المياه. أيضا السبب الثالث عدم وجود توعية في ترشيد استخدام المياه في مدينة البيضاء. ويبقى رجاء هؤلاء الناس من الجهات المعنية والمنظمات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. في محافظة الحديدة يعود تاريخ إحدى المقابر إلى فترة الفتوحات الإسلامية المشهورة، وتعاني اليوم من الاندثار وتحتاج للاهتمام. تعتبر مقبرة السبع في مديرية بازل بمحافظة الحديدة مقبرة تاريخية وهامة، حيث يتعدى القبر 5 أو 6 الأمتار، ويقال بأن فيها قبور بني هلال الذين يرتبط تاريخهم بمعركة حصلت أثناء مرورهم للفتوحات باتجاه تونس. رسالتي لهم أن يحافظوا على هذه الأشياء وأن يحتفظوا بها كآثار قديمة وممالك قديمة، يرمموا الحصون التي انهارت وخربت، فإن يعني الأجيال التي ستأتي تقول ما فيش أدلة، يعني ما كانش معنا آثار ولا لنا آثار، لكن لما حتى يجوا الآثار مثل الجبال هذه، جبل الشريف وغيره، جبل دهنا فيه قلعة كبيرة، قلعة كبيرة يقولوا أنها حق عبد الرحمن الغافقي الذي استشهد في البلاط، بلاط فرنسي، يعني في يعني حوض عنتار في جبل عامر فيه كهوف كبيرة. المقبرة القديمة والتاريخية تتميز قبورها بالشكل التاريخي القديم الذي يبرز على شكل قباب، والمقبرة تحتاج إلى سور وإلى اهتمام ومحافظة من الاندثار. مقابر كبيرة، طول القبر الواحد يصل إلى 8 أمتار 6 أمتار، يدل إنها مقابر قديمة جدا، وناس ما شاء الله يعني الواحد طول وعرض مش قليل. المهتمون يراشدون الجهات المعنية بتسوير المقبرة والحفاظ على القبور من النبش، حيث يتحدث السكان المهتمون عن مساعي يقوم بها البعض، وذلك لنبش القبور واستخراج الجماجم ومن ثم بيعها. يدل انها منطقة أثرية قديمة، وفي كانت يمكن انها في كمان قرى للسكن، وما زالت منها قرى للسكن لحد الآن واقفة، منطقة أثرية، ويمكن إن باقي كمان أشياء مخفية يعني ما قد ظهرت للجميع. صورة من صور تاريخ اليمن القديم تحضر هنا في بازل وتتمثل بهذه المقبرة التاريخية، ولذا فإنه من الواجب على المعنيين حماية الآثار والمقابر التاريخية، ولهذا يتمنى الأهالي إنقاذ هذه المقبرة من الإهمال وحمايتها مما تتعرض له من تخريب. شهدت مدينة عدن الأسبوع الماضي الفعالية التأبينية لفقيد الوطن الوزير السابق والأكاديمي والمفكر الأستاذ الدكتور صالح باصرة، الذي شكل ظاهرة إنسانية وفكرية متفردة. صدق الله العظيم، حين يشكل موت إنسان فارقة في زمن كثرت فيه التعرجات التي رفض أن ينثني لها، تبكي الطير والشجر والحجر وجدران رسم على طياته المبدأ. الفقيد صالح باصرة، دمعة حزن سكنت المقل بعد رحيله، وحزة في القلب ترفض المغادرة. لم أعرف الكثير من محبيه وزملائه والذين عملوا معه، وكانوا الكثير متأثرين ويبكي في أحضان الكثير، وأنا لا أعرفهم حقيقة. الوالد كان على الرغم من صرامته في الخارج وشجاعته في قول الحق، لكن كان صراحة يعني كأب كان معلم ومدرس وإنسان حليم
وكان يعني يتفقدنا دائما على الرغم من البعد، وحتى أثناء الحرب يعني عندما كان هو يعيش بمفرده في أخور مكسر ولم يتحرك منها اعتكافا منه على الوضع في اليمن، كنت ما زلت أتواصل معه من بريطانيا ومن الخارج واستسقي منه النصائح، وهو يعني محاصر في أركان منزله. فالحمد لله رحمة الله على الوالد، أسأل الله عز وجل أنه يغفر له، وأنا سعيد جدا بكم الحب والتقدير والرثاء اللي سمعته من كل اليمن. ومثل ما قلت أنه عزاء الوالد كان في كثير من الدول العربية والخارجية وفي اليمن في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت، ويتنافس اليوم على تأبينه ثلاث مدن رئيسية وهي صنعاء عدن وصنعاء وحضرموت، وهذا أول تأبين له. لم نأتي إلى هنا لنسرد عليكم سيرته الذاتية التي أغنت محبة الجميع وأثره الساخب عن كل حديث آخر. لقد كان الأثر والتأثير واضحاً على كل المستقبلين، وهم يشاهدون أحد أبرز وأهم رجالات التاريخ والعلم والسياسة والقيادة مسجم في التابوت الذي وضع فيه. رحمك الله يا أبا شادي. هذه التأبينة التي تأتي بعد 40 يوماً من رحيلك هي دمعة مضافة لقهر فقدانك وهبة بسيطة لعمقك المؤثر فينا. في هذه المناسبة الحزينة أتقدم بالشكر لجامعة عدن الذي أحيت 40 الفقيد الدكتور صالح باسرة، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير، والله ما يغفر المرحوم ويتقبل حسناته بكل شيء خير إن شاء الله. وهو من الكوادر اللي في جامعة عدن وجامعة صنعاء أثرى ثراء جيدا للمكتبة الوطنية في مجال التاريخ. فهناك كثير من الأشخاص وإن رحلت أجسادهم تبقى أرواحهم بيننا في المبدأ السامي والعمل الصادق والذكرى، وكالعادة يخطف الموت فجأة كل عزيز ليعيش صدمة كبيرة من عرف الدكتور فيما يصاب بخيبة من لم يعرف أو التقى به. غاب هلال باسرة فجأة بعد أن كان يزين سماء الوطن بأن في هذه الأرض جذور طيبة لم تنهن منها أطماع أو كوارث الزمن. كان الإنسان الدكتور صالح البصرة من ذلك رائعا لذلك الطالب السياسي والمجتهد، جمع بين الشيئين الذي يرى البعض لا يجتمعان، ولكن في شخص الفقيد كان مثالا حيا. فقد كرم بعد تخرجه من قسم التاريخ بكل تربية، حيث حصل على المرتبة الأولى في القسم ومنحها درع التفوق العلمي، وكان هذا التكريم من التفوق علميا الفقيد فرصة التعيين معيدا في قسم التاريخ. وهكذا سارت حياة الفقيد من نجاح إلى نجاح، والتحق بالدراسات العليا في منحة دراسية لألمانيا، وانتهى من الدراسة وتلقفته الإدارة الجامعية، فكان رئيساً لقسم التاريخ، ثم عميداً للدراسات العليا، ثم قائماً بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكامل، ثم رئيساً لجامعة عدن. وهنا أصبح الفقيد من الصف الأول والعيار الثقيل في العلم والسياسة، وذاع اسم الفقيد في الوسط الأكاديمي على مستوى اليمن والبلدان العربية والأجنبية. كان أستاذاً أكاديمياً بامتياز، نقل جامعة عدن إلى مستوى الجامعات العربية، وفي عهده التي امتدت 9 سنوات كانت جامعة عدن حافلة بالإنجازات والنجاحات الكبيرة، وحظيت شخصية الفقيد بالاهتمام الكبير من قبل السياسيين. رحل باسرة هذا الشخص الذي شكل علامة فارقة، رحل الإنسان الذي شهدت له الدموع الصادقة، رحل رجل العصر في الوقت الذي كنا نحتاج إلى سلامه وإنسانية. وداعا صالح باسرة تلفظها أفئدة حزينة عرفتك بعضها وبعضها تمنت لو عرفتك. وداعا أيها الشجاع العظيم الكبير الثري بالأخلاق والإنسان والعلم. وداعا. نذهب بلا فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. تحذيرات من تلوث الأحواض المائية في إب من مجاري الصرف الصحي. ترميم حصن الغويزي بالمكلا بعد سنوات من الإهمال. أبين زراعة القطن تتراجع.
أهلا بكم. يشكو مواطنون في محافظة إب من تلوث الأحواض المائية، ويطالب معنيون بوقف كارثة التلوث الذي يهدد حياة المئات بل الآلاف من السكان. يبدو أن خطر استنزاف المياه ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد الحوض المائي لمحافظة إب، بل ثمة مشكلة تهدد المخزون المائي الموجود منذ آلاف السنين في المحافظة، والذي يمثل المصدر الوحيد لمياه الشرب. ولا تقتصر هذه المشكلة على صب المجاري والمخلفات بالقرب من الآبار الستة الخاصة بالحوض المائي للمحافظة، ولكن ما كشفه لنا مدير هيئة الموارد المائية يجعل الكارثة تبدو وشيكة وليست على المدى الطويل. مياه الصرف الصحي قد تشكل خطرا على المياه الجوفية، ولكن هناك بعض التصرفات الخاطئة حيث يقوم بعض المواطنين ملاك الآبار اليدوية بتجميع مياه الصرف الصحي إلى داخل هذه الآبار، ومن ثم ضخها لري الأراضي الزراعية. هذه الطائرة تسبب بتسريع عملية تلوث الحوض المائي أو الطبقات الحاملة للمياه من خلال تسرب مياه الصرف الصحي عبر الشقوق والموجودة في الطبقات الحاملة للمياه. وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التي تعرض لها المحافظة بسبب لعدة أسباب، من أنها انتشار المبيدات الزراعية الغير مرخصة، وكذلك المخلفات المستشفيات والمراكز الصحية التي انتشرت بشكل واسع خلال الثلاث الأعوام القليلة الماضية، وعدم معالجة مخلفات هذه المصانع المستشفيات والمراكز الصحية بشكل صحيح، بحيث أنه يجب أن يكون هناك أفران وليس فرن لحرق هذه الملوثات. الآن كل الملوثات الموجودة أو مخلفات هذه المستشفيات ومخلفات المبيدات الزراعية يحدث لها تكوين العصارات، والعصارة هذه تتغلغل داخل المياه السطحية في المحافظة. كما ترون هذه مياه المجاري، وهذا البير، فإنه يقوم بشفط من المجاري لداخل البير. تجميع مياه الصرف الصحي في آبار لري المزروعات وعدم وجود آلية آمنة للتخلص من مخلفات المستشفيات والمصانع، وتحويل المجاري أيضا باتجاه آبار الحوض المائي، عوامل تزيد من خطر تلوث مياه الشرب، وبالتالي زيادة الأمراض بشكل كبير، ومنها مرض السرطان الذي تزداد أعداد المصابين به في المحافظة بشكل كبير. في قريتنا نحن 37 حالة بمرض السرطان والفشل الكلوي، وكذلك التلوث الكبد، ونحن نعاني. وكم طالبنا كثيرا من المختصين في السلطة المحلية على أن ينظروا إلينا. الحوض المائي الوحيد للمحافظة اللواء الأخضر الذي يغذي أبناء محافظة إب المياه الشرب، وهو يعتبر وهو يعاني هذه الأيام من تلوث مما يقوم به الأهالي وأبناء المنطقة في ري مزروعتهم بالمجاري وفتح غرف المجاري والشفط. نطالب في هذه المنطقة إذا كان هنالك بديلا لنا من سقي الأرض الذي نحن نقوم بسقيتها من الصرف، حين نطالب إنه يعطونا ماء بدل الماء، ونحن نرفع يدنا من الصرف الصحي. ما يعانيه الحوض المائي من أنه يعني زي ما تقول اقتلب مكبل النفايات، مخلفات المناشير، مخلفات الحوض المائي، مخلفات المستشفيات، مخلفات الصرف الصحي، مخلفات كيف وحوض مائي. الجهات المختصة ومنها مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة أكد لنا القائمون عليها قيامهم بفحص الماء بشكل يومي والتأكد من سلامته، لكن في الوقت ذاته هناك مخاوف من تلوث المياه على المدى الطويل. المؤسسة يعني بصورة صارمة وبشكل يومي تقوم بإجراء الفحوصات والقياسات والتحاليل المخبرية للتأكد من سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات المعروفة كمواصفات عالمية لمياه الشرب. إلا أنه هذا موضوع تصريف المجاري واستخدام المجاري لري المزروعات وخاصة في حقل الآبار قد يؤثر بشكل أو بآخر في المستقبل. إحنا بنعمل جهدنا، والمطلوب أن تكاتف جميع الجهود. مثل هكذا مشكلة تتعلق بحياة ملايين من الناس لابد من سرعة حلها، والعمل على تحويش آبار المياه ومنع وصول مياه الصرف الصحي والملوثات الأخرى إليها. فالماء هو عنوان الحياة، ولكن عندما يتلوث فإنه سيصبح عنوانا للموت بدلا من الحياة.
بعد أن تعرض للإهمال لسنوات طويلة ومطالبات بعدم إهماله، يجري في المكلا ترميم حصن الغويزي من قبل السلطة المحلية. ظل حصن الغويزي في مكلا حضرموت مهملا منذ العام 2008، ولكن اهتمامات السلطة المحلية مؤخرا دفع الحصن نحو الترميم ونحو الإصلاح، ولكن السبب يعود إلى توقف نشاط الهيئة منذ زمن، وبعودة نشاطها إلى الواجهة عادت الحياة للحصن. يعد حصن الغويزي من أقدم الحصون في محافظة حضرموت، وهو من بني في عام 1716، وهو مبني في المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية لمدينة المكلا، والهدف من بناء هذا الحصن كان حماية للغزاة الذين يدخلون مدينة المكلا. تعرض الحصن خلال الفترة الأخيرة لإهمال شديد ولغياب للصيانة الدورية، بالإضافة إلى حالة الطقس والعصير التي مرت بالمنطقة، حيث أن الحصن كان آيل إلى السقوط، فجاء مشروعنا مشروعا إنقاذيا سريعا. يتم تنفيذ المشروع على يد أمهر معلمية بناء الطيني من وادي حضرموت، كما أيضا تم جلب المواد البناء ومواد الترميم من وادي حضرموت لما تتمتع به من خواص معمارية فريدة. يعتبر حصن الغويزي من أهم المعالم والآثار في مدينة حضرموت، ويميزه شكله الجمالي. جاء اختيارنا لحصن الغويزي لما يتمتع به هذا الحصن من أولوية لدينا في الناحية الجمالية، حيث أنه يقع على مدخل مدينة المكلا، وبالإضافة إلى الناحية الجمالية هناك نواحي معمارية تتمثل في بناء الحصن من مادتين الحجر والطين، أيضا الناحية التاريخية وهي ناحية مهمة جدا، حيث أن الحصن مبني في بداية القرن 18 من فترة السلطنة الكسادية، ويعد خط الدفاع الثاني لمدينة المكلا بعد خط الحرشيات في الدفاع الأول لمدينة المكلا. بدأنا في الحصن اللي هي كم أيام، يعني أيام كنا أسبوع أو أربع أيام، والآن مغالقين برع وبندخل داخل إن شاء الله بنسويه طيني اللي هي ماشي نورة ولا سمنت ولا ذا فيه، خليه طين طين. يقع الحصن على مداخل شرق مدينة المكلا، ومثل في فترة من الفترات موقعا دفاعيا مهما في السلطة القعيطية والكثير، وشهد الحصن معركة تاريخية، ولهذا فإن الحفاظ عليه يعتبر جانبا مهما على صعيد الحفاظ على التاريخ وعلى التراث وعلى الحضارة اليمنية عموما. شهدت زراعة القطن في محافظة أبين مؤخرا تراجعا ملحوظا مقابل زراعات أخرى، بعد أن كان يحتل المرتبة الأولى بين بقية المحاصيل الزراعية. منذ القدم اشتهرت محافظة أبين بزراعة القطن، حيث تعود البداية الأولى لهذه الزراعة إلى العام 1948، وبلغت ذروتها في فترة السبعينيات امتدادا إلى فترة التسعينيات وما بعدها، ولكن منذ العام 2011 يقول الأهالي بأن زراعة القطن تراجعت بشكل كبير وربما تكون توقفت، واليوم هناك جهود كبيرة لإعادة هذه الزراعة إلى نشاطها السابق من قبل البعض. زراعة القطن لها تاريخ طويل في محافظة أبين وفي محافظة لحج، يعني من 1948 إلى استمرت إلى 2011 تقريبا، ثم ما بعد هذا التاريخ تكاد تقول أن زراعة القطن توقفت. لا توجد أي زراعة للقطن ما بعد 2011، وما تلاحظه وما تشاهده هذا ليس هذا زراعة بصورة تجارية. نحن في المحطة نزرع للمحافظة على البذور فقط، هذا ما تشاهده هو صنف المعلم 2000. العودة إلى زراعة القطن بحسب المهتمين تحتاج إلى تضافر جهود مشتركة من قبل الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالاهتمام بالري ومياه السيول، حيث أن زراعة القطن تعتمد على مياه السيول بشكل كبير. ارتفاع زراعة القطن عدة أسباب، ومنها الأسباب الأولى الري، غير منتظر أنه توجد سدود للسيول، لأن الري القطن أكثر يزرع على السيول، هذه واحدة. ثانيا اختفاء الأيادي العاملة، لأن
القطن يحتاج إلى أيادي عاملة، والآن الأيادي العاملة أصبحت غالية. محصول القطن يزرع أساسا على الري بمياه سيول، لذا بدأ الاهتمام بعملية الري في دلتا أبين من خلال سد باتيس وتنظيم عمليات الري وشق الغنوات بحيث يتم الاستفادة القصوى من مياه السيول وعدم إهدارها إلى البحر. غياب السيول وغلاء المدخلات الزراعية وميول المزارعين إلى زراعة الخضار كلها عوامل ساهمت في تراجع زراعة القطن في أبين، واليوم يتمنى الجميع استعادتها واستعادة نشاط هذه الزراعة بحكم أنها تعتبر من تاريخ المحافظة قبل أن تكون مهنة تعود بالنفع على المزارع. قبل 2011 كنا نزارع القطن يعني، وكان عندنا القطن يوفر البذور المحسنة برضه، لكن بعد 2011 اختفى كل الخدمات هذه. كانت الدولة تقدم قروض والعاملين على ذا برضه يقدموا قروض، وكانت عندنا محالق، لكن بعد 2011 لما جت الحرب اتدمر اللي في قعار وتدمر اللي في الكود، وصبحنا بلاي يعني. كنا نزرع القطن ما نحصل له مشتري. هذه بذرة القطن طويل التيلة، إذا لم نزرع هذا الموسم قطن سوف تنتهي البذرة من اليمن بشكل كامل. زراعته بصفة تجارية وعلى مستوى كبير، فهذا لا يمكن أن يزرع إلا بحل جميع المشاكل المتعلقة بإنتاج القطن. حل مسألة تسعيرة القطن، المزارع لا يمكن يزرع بخسارة. حل مشاكل الري، يعني حل المشاكل المتعلقة يعني بالتصدير، بحيث ينتج المحصول ويتم تصديره ويكون هناك سعر للمزارع بشكل يتناسب مع السعر العالمي. الجهود حتى الآن تبدو ضئيلة، والأهالي يطلقون المناشدات إلى كل الأطراف المعنية والفاعلة في مساعدتهم في استعادة هذه الزراعة. للمنزل الريفي في تها ما طابعه الخاص من حيث الشكل أو ما يحويه، ناهيك عن ما يقوم به الأهالي هناك من تربية لبعض الطيور، حيث يمثل الدجاج المنزلي أو البلدي سمة من سمات المنازل في الريف التهامي. لعل كثيرا من الناس يتمنون أن يعودوا لحياة الريف والمنزل الريفي نظرا لما يتميز به من مقومات العيش البسيطة، لا سيما في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. فهنا كل شيء من ذات المكان، الطعام والشراب وغيرها. والله منزل الريف تهامة مختلف جدا، إن الأسواق التي تتمتأ بالأشجار والدواب الأبقار والأغنام والماء نقي من الآبار وكل حاجة فيه متميزة، إن أصحاب الأسواق أهم شيء يهتمون بتربية الحيوانات الأبقار والأغنام، ويحصلون على الألبان منها والسمن ويرعوا وموالد يبيعونها وتتنفعون بها. الأبقار والأغنام كذلك الدواجن عوامل أساسية تتواجد في معظم المنازل هنا في الريف، ولتواجدها أسباب وفوائد عدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها. هل البقرة مثلا مهمة في المنزل الريفي ولماذا؟ مهمة جدا لأي واحد في الريف، إنه يحصل على لبن للأولاد منها أول حاجة، وثاني حاجة سمن للبيت، ويحصل على ولد يربيه لما يحتاج يبيعه وينتفع بقيمته في علاج في ملابس للعيال في أي حاجة. بعض الأحيان يكون عندهم غراب يذبحوا له منه، وفي هبة الدجاج يستفيدوا منه الناس لأعضاء جسمهم يقوي أجسادهم الكسور. أيوة الكسور، وبيقوم منه في الصوب في من يقول بلدي والكويتي. ممتعة وجميلة هي حياة الريف وطبيعة المنزل الريفي، يعشقون الأرض ويعملون فيها بجد وبوتيرة عالية ومستمرة، فالخير فيها كما يعتقدون، وكما يبدو يعيشون حياة سعيدة بعيدا عن صخب المدن ومعاناتها المختلفة التي لا تروق لهم مهما كانت الظروف.
نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. الأزياء الشعبية في البيضاء موروث ثقافي مستمر. فنان يمني يحول إطارات السيارات إلى تحف وأثاث بطرق فنية. أهلا بكم. يعد المعوز البيضاني أحد الموروثات الشعبية بالمحافظة منذ عشرات السنين، تميز به أبناء المحافظة وانتشر إلى العديد من المدن الأخرى. لم يرث البيضاني من آبائه وأجداده الذهب والأموال الطائلة، بل ورث ما هو أثمن من ذلك، إنه الزي الشعبي البيضاني المتمثل بالمعاوز البيضانية الأصيلة. صناعة المعوز البيضاني أول فارق منه اللحجي والحضرمي والشبواني. بالنسبة للمعوز البيضاني، يمتاز معوز البيضاني بصناعته ونكشته وخفة ألوانه. القاعدة الأساسية في المعوز البيضاني هي الصانفة، وبالنسبة للتشكيلات رحنا نرسمهم والألوان رحنا بنعدهم في كل تفاصيلها. أما بالنسبة للمعوز الحضرمي يجي عبارة عن تشكيلات كثيرة وعدة ألوان، حوالي في المعوز 7 ألوان 8 ألوان. وبالنسبة للمعوز اللحجي بيجي صناعة خفيفة وإنتاجه إنتاج محدود، ما هو شيء زي ما البيضاني، لكن البيضاني إحنا بنرسمه وإحنا بنعد كل تفاصيله. هذا حتى في خامتة ياباني ومعمل عندنا خاص فيه، وكل محل عنده نكشة، بس كل واحد يمتاز في 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 خفة، يعني فيه في خفة المعوز وحلاوته. هذا مثلا عندنا تشكيلة يعني العرسان. وبالنسبة للمعوز البيضاني أول ما بدأ على حاجة خفيفة، يعني هذا بنقول له بيضاني أصيل، معوز بيضاني أصيل يمتاز بصانفة ومعوز بس بدون أي نكشة. وفي نكشات يعني زي ما هذا المعوز، هذا معوز بيضاني ونكشته خفيفة يصلح العرسان. بالنسبة للأبيض عندنا هنا هذا كل عريس. إذا أتيت لتصف شخصية الرجل البيضاني فإن أول ما تقوله هو ذلك الرجل الذي يرتدي المعوز البيضاني ذات الألوان الزاهية والطابع البدوي المتحزم بالجنبية مرتديا لقميصه وشاله وحبيته. الزي البيضاني هو عبارة عن معوز وشميز، وهو من زمان أجدادنا ومشهور على مستوى اليمن الزي البيضاني. بالنسبة للزي البيضاني فهو المعوز وهو موروث شعبي نتوارثه عن آبائنا وأجدادنا منذ مئات السنين وآلاف السنين، وهو موروث لن نتخلى عنه لكونه يحمل طابع تراثي أصيل. كما تتميز المعاوز البيضانية عن غيرها من الملبوسات الشعبية الأخرى بالجودة العالية وسماكة الخيوط والنقشات الفنية ذات الألوان المتناسقة، حيث يتم صناعة المعاوز البيضانية بطريقة يدوية في معامل محلية داخل المدينة، وقد يستمر صناعة المعوز الواحد لعدة أيام. يتميز المعوز البيضاني عن بقية المعوز الموجودة محلية الصنع أو يدوية الصنع، بحيث أن المعوز البيضاني يختلف عن المعوز الأخرى من ناحية الجودة العالية ومن ناحية الألوان. ويعتبر المعوز البيضاني هو من أثقل الشغلات اليدوية الصنع، بحيث أنه قد يستغرق إلى 2 إلى 3 أيام، وهو موروث شعبي متداول جيل بعد جيل في محطة البيضاء، وهو له قيمته في السوق وله سيته وباعه. أسعار المعوز عندنا من 24,000، في معك هنا من 23,000، معك هنا 18,000، وفي عندك هنا 19,000 في أنواع. كما أن المعوز البيضاني يعبر عن شخصية الرجل البيضاني الذي يعتز بموروثه الشعبي ويفتخر في توريثه لأبنائه وللأجيال القادمة من بعده. يعد سوق الأحد بقفل شمر محافظة حجة أحد الأسواق الشعبية القديمة، ويسمى بسوق البسطاء، حيث يأتي إليه المتسوقون من العديد من الأماكن والمديريات المجاورة كأسلم وعبس وكعيدنا والشاهل، وتتوفر فيه كل الاحتياجات بأسعار بسيطة مقارنة ببقية الأسواق. نتابع.
سوق الأحد في حجة من الأسواق الشعبية القديمة، وهو سوق للبسطاء الذين يأتون إليه من مديرية كثيرة، أبرزها عبس وكعيدنة والشاهل، وتتوفر فيه الاحتياجات وبأسعار بسيطة. أسواق من العهد القديم تتواجد فيها الحرف القديمة والحرف المستحدثة من جميع الأنواع بأسعار بسيطة ومباشرة، والبيع للمشترين أصحاب البسطات يأخذون بالربح القليل، بارك الله في الربح القليل. وبيع الأشياء القديمة تراثية كامل تتواجد فيه هذا سوق الأحد من زمان وسعر رخيص. السوق هي ثمانية تتواجد من كل مكان، من سلام وحجور وشمط، تتواجدين بيع الشيء ويشتروا رخيص وغالي مستقبلين، والحمد لله الأمر سامر من كل جانب. في السوق تحضر كل الاحتياجات، ففيه السمن والعسل، وهناك الخضروات واللحوم والأسماك، وتباع في السوق أيضا الحيوانات من أبقار وأغنام وغيرها. السوق كبير وعظيم ويبلغ أكثر من 40 سنة أو 50 سنة من عندما افتتاحه، ويتكون من جميع يعني يدخل فيه جميع أنواع المحافظة من حجة من الحديدة من أمران، وهو سوق واسع جدا وقديم ويشمل جميع الحيوانات والمواد الغذائية والقات والسمن وجميع الأنواع. سوق الأحد سوق يعني أخذت أنا اللي هو موجود، يعني أنا عمري حوالي 50 عام يعني ما أعرف نفسي اللي هو موجود، وما فيه يعني جميع الأنواع الشعبية. السوق هذا سوق شعبي له حوالي فترة من أيام الثورة، وسوق شعبي عام فيه موروث شعبي، فيه موروث حضاري يتكون من أبقار وأغنام وحبوب، والمهم أنه سوق شعبي يضم الناس جمعاء يتم فيها المخرافش الكامل، مدينة عسلم كذلك إلى عبس مدينة كعيدنة يضمهم أطياف الناس كلهم، وسوق أسبوعي يحتاج إلى دعم. هذا السوق يحتاج إلى إمكانيات ودعم شوية وتخطيط السوق تنظيم سواء ونزوره إلى نسحبه شوية إلى الزفلت عشان يكون قريب من الزفلت، فإحنا بحاجة إلى مثلا دعم شوية هناجر وأشياء من هذا القبيل على أساس السوق يكون سوق راكن ومرتقي، لأن السوق هذا في منطقة بعيدة عن الزفلت شوية، رغم أنه يضم الأطياف كلها حق الناس كلهم، وسوق أسبوعين. السوق ما زال يعني هو يوم في الأسبوع وباقي الأسبوع يعني بالنسبة تمام، لكن بالنسبة ليوم الأحد فهو يوم في الأسبوع يجي عليه من جميع الجهات. الزائر للسوق يشعر بمتعة الحياة ومتعة التسوق، خصوصا وأن مظاهر التسوق تبرز بأشكال مختلفة وقديمة أيضا، كالقادمون على ظهور الحمير وغير ذلك من المظاهر المعبرة عن اليمن في الماضي والحاضر والمستقبل. تباينت ردود الناس حول مواقع التواصل الاجتماعي وما تحدثه من آثار إيجابية أو سلبية على الفرد أو المجتمع بشكل عام. نتابع هذا التقرير. تختلف آراء الناس وتحديدا فئة الشباب حول وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في المجتمع، وهل تزيد من تماسكه أو تفككه، خصوصا بعد انتشارها في الفترة الأخيرة مواكبة لعصر السرعة والتغيير التكنولوجي. بين مؤيد ومعارض كانت الفكرة، فمن قائل يؤكد بأنها قربت المسافات بين الكثير من الأشخاص وجعلت من العالم غرفة في منزل الواحد، إلى آخر يؤكد بأنها تهدد التماسك الأسري والمجتمعي، فهي كالدواء فيه سم قاتل. وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بشكل كبير وتؤثر على التماسك الاجتماعي، لأنها تعمل على زرع التقارب والترابط بين أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام. أنا المعارضين وسائل التواصل الاجتماعي أن تعمل على تفكك فعلا التماسك الاجتماعي. لا ينكر الكثيرون الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها في تقريب المسافات وتوسيع العلاقات، لكن من مبدأ أن خير الأمور أوسطها. الحقيقة أول شيء نلمس أنه هنالك آراء مختلفة ولا نوجد مجال للصياح، كان هنالك حوار وتفاوض كل النيد لما بدلوه، هذا شيء جميل بغض النظر عن اختلاف الفكر والآراء، لكن هنالك كانت حوار بناء، حوار يتوصل بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها سواء كانت إيجابية أو سلبية، لكن كان الحوار أكثر من رائع. وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على التماسك المجتمعي، وذلك بوصفها أول مناظرة شبابية جمعت بين محافظتي تعز وإب لأسباب قيمتها الجهات المنفذة للمشروع.
كانت فكرة المشروع أنه جمعنا 15 شاب وشابة من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، عملنا لهم دورة تدريبية لمدة 5 أيام في كيفية الحوار والتناظر، والحمد لله اليوم نفذنا مناظرة ما بين فريق معارض لفكرة معينة أو معارض لوسائل التواصل الاجتماعي وفريق مؤيد لوسائل التواصل الاجتماعي. كنت سعيدة بهذه المشاركة التي أضافت لي مهارة جديدة كما أضافت للشباب المشاركين معنا، وهي مهارة المناظرة. نحتاج اليوم لهذه مثل هذه المهارة التي تعطينا وسيلة لإيصال أفكارنا بطريقة الحوار، بطريقة الإقناع، بطريقة الحجة، لنؤثر فعلا في مجتمعاتنا، لنحاول الحفاظ على لحمة هذه المجتمعات وتماسك النسيج المجتمعي. المناظرة كانت هذه رائعة، وأول مناظرة تقام داخل المحافظة، عززت شيء إيجابي لتوعية الجمهور داخل المحافظة. كنت أحد المعارضين لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن هي كانت لها إيجابيات وكانت لها العديد من السلبيات، والحمد لله استطعنا أن نوصل صوتنا إلى الجمهور ونفوز بهذه المناظرة. لكن الهدف من المناظرة لم يكن الفوز، كانت التوعية للجمهور. بصراحة جابوا نحن وجهة نظر إقناع ولا إقناع، يعني إن نحن حاولنا إن نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولكن بالتالي ودنا نحن إلى العزلة بسبب إن إحنا 24 ساعة نجلس فوق التلفونات. علمونا إحنا فن الإلقاء، كيف نتحاور حتى لو هو زميلي ومعارضني بالطرف، كانوا متفقين في بعض الآراء. إذن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المحرك الأعظم لسلوكيات الفرد والمجتمع كغيرها من المتغيرات الأخرى، في الأخير كل يوظفها حسب مقدرته وأفكاره. تعاني فاطمة ناصر من ورم سرطاني في الفك، وتوسع هذا الورم لينتقل إلى البلعوم، تحتاج للمساعدة ولعملية في الخارج. الحاجة فاطمة ناصر من محافظة حجة مديرية عبس تروي تقاسيمها حكاية الألم الذي ألم بفمها والذي داهمها بقسوة دون رحمة لسنها. تعبت الحاجة فاطمة ذات يوم لتنتقل من طبيب لآخر ليصل أولادها الخبر بأنها تعاني من سرطان الفك. والدي فاطمة ناصر صالح أبو عساق من محافظة حجة مديرية المغرب عدد وكية، يعني المرض بالدار فيها هي 17 وحاولنا نحن نعالجها في محافظة حجة، وسطرونا صنعاء وصلنا هنا دونا فحوصات فحص، يعني أشعة مقطعية وفحص عينة. قرر لها الأطباء عملية كبيرة قبل أن ينتقل السرطان من الفك إلى البلعوم، معاناة صعبة يعيشونها ويعيشها ابنها بين تحمل أعباء مرض والدته وبين تركه لأسرته في الريف ليس لهم عائل سواه، وقد تحتاج أيضا إلى تدخل جراحي وعملية في الخارج، فمن لهم بعد الله تعالى إلا المحسنين. الورم طلع في الفك السفلي، وعندما طالت المعاملة حق العلاجات يعني نزل إلى بسم إلى حلقها، والآن لا زال يعني منتشر في جسمها. حاولنا عند بعد ما طلعت بسمها قال حاولونا إلى الدكتور، قال ما بالله إلى الخارج ما يستطيع في كل عملية هنا. هي دعوة صادقة لأهل الخير لمساعدة الحاجة فاطمة ذات 60 عام لفك كربتهم وضيق ذات اليد، وعند الله لا يضيع الأجر والثواب. نذهب بلا فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. فنان يمني يحول إطارات السيارات إلى تحف وأثاث بطرق فنية. أهلا بكم.
في مشاركتها الفاعلة فازت تعز الثقافية وميس بالمركز الأول في مسابقة المهرجان الوطني للمسرح بعدن، وذلك من خلال العروض التي شاركت بها فرق مسرحية من مدينة تعز. تعز وميس يحصدان المركز الأول في مسابقة المهرجان الوطني للمسرح بعدن، عنوان تداولته صفحات التواصل الاجتماعي. حمل إشراقة صبح أعادت ابتسام مدينة الثقافة بمهرجان أزل الستار على فعالية المسرح الوطني لتسع فرق مسرحية من مختلف محافظات الجمهورية تصدرته مدينة الثقافة. فوز محافظة تعز عبر مكتب الثقافة في المحافظة في مسابقة المسرح الوطني، والذي شارك في مسرحية بعنوان ميس إخراج المخرج المتألق أحمد جبارة، وفوز مستحق لمكتب الثقافة ولفريق مسرح مكتب الثقافة. هذا الفوز يعيد محافظة تعز للصدارة كونها العاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية. حفل تكريم لجوائز مهرجان استمر لعشرة أيام شاركت به العديد من الفرق المسرح اليمني تصدرت تعز المركز الأول كأفضل عرض متكامل إبداعي تنوع به الموروث الثقافي كونه لغة فنية وإنسانية حققت وحدة الثقافة والإبداع لمدينة تعز بميس. مسرحية ميس هي مسرحية تعبيرية اشتغلنا عليها مدة شهر ونصف تقريبا، أردنا من خلالها المشاركة في المهرجان الوطني في عدن، والذي يهدف إلى المشاركة بعدة عروض مسرحية لعدة محافظات. نافسنا ست محافظات: صنعاء، أبيان، حضرموت، الحديدة، وخمس مسرحيات من عدن ذاتها، واقتصنا المهمة بالنجاح. استطاعت ميس فعلا أن تنتصر بالحكمة والحب كما تتحدث قصتها على مسرح حافون خلال الأيام الأخيرة. انتصار محا ما تعيشه تعز بلون رسم وجها آخر، وحمل ابتسامة مسرح أوصلت رسالة مدينة تنبض بالسلام بعمل إبداعي أهداها المركز الأول ونقلها إلى الشارقة. بدأ شاب والفنان اليمني سفيان نعمان باستثمار موهبته الفنية بتحويل إطارات السيارات إلى تحف ومنحوتات جميلة بطرق فنية. نتابع هذا الإبداع في التقرير التالي. الفنان اليمني سفيان نعمان من أسرة أدبية ذاع صيتها، فهو أحد أحفاد الأستاذ والأديب والمفكر أحمد محمد نعمان، عم الشاعر الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان. تحدى سفيان نعمان البطالة والأزمات التي حلت باليمن بحلول وابتكارات لأشياء لم تعد مستخدمة لدى البعض ليجعل منها أشياء مفيدة. الفنان اليمني سفيان والمشهور في حيه وفي العديد من الأماكن بصانع الإطارات، والذي يحولها إلى تحف فنية غاية في الروعة والإبداع تشاركه فيها فتياته الصغيرات وبعض الفتيان النازحين، ليخلق فيهم روح الإبداع والفن والمهارة والعمل الدؤوب. بدأنا مشروع حماية البيئة بتشكيل الإطارات المستعملة منذ تقريبا عامين من بعد ما جاءت الحرب وهذه الأزمة الطاحنة التي طحنت بالبلاد والعباد، ولم نجد أي عمل، ولكن مجالي الفني استطعت منه استغلال الإطارات المستعملة في الشارع، وأوجدنا شيء من لا شيء. طلعت نازح إلى مدينة إلى العاصمة صنعاء، فاستقبلنا الأم سفيان نؤمان، واشتغلت إنده يعني بشغل وأمل، والحمد لله الآن يعني قد تعلمت أكثر من مهرة أو حرفة. بابا هم سمحوا لي أنني أرسم معهم، ورسمت أنا وخواتي وصديقتي، وبابا شجعنا وشجعونا، ويعني من هذا نفهم أننا يعني نحافظ على البيئة، وبابا يشجعنا عشان نكون يعني كل واحد ينمي موهبته. موهبتي أشتي أكون أطلع رسامة وفنانة وأصور كاميرا. جاءت فكرة تشكيل الإطارات من المعاناة، ورأيت حرائق كثيرة من الإطارات، وأمراض كثيرة تنتشر وتلوث للبيئة،
فلماذا لا نحب بلادنا باستغلال هذه الإطارات بتشكيلها وحماية بيئتنا؟ يقول سفيان أن منصته لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وإيجاد عمل من الإطارات التالفة كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ليتعرف عليه جمهوره وليطلب منه أناس في محافظات أخرى تعليمهم أسرار المهنة ولو عن بعد. كانت بداية مريرة طبعا لأي مشروع غير معروف، ولكن بعد انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بدأت الناس تفهم ما هي حماية البيئة بتشكيل الإطارات ومنتجات الإطارات، من أشكال، من كراسي، من هذا، وبدأ الإقبال الحمد لله بتزايد كبير من شركات ومن أفراد ومن مؤسسات. مع الإقبال وانتشار مشروع ومنتجاتها بقى إقبال وتدريب، وصول إلى حتى دورات تدريبية لجامعيين وجامعيات، وعملنا ورش عمل وشارك فيها طلاب من الجامعات وحتى الأطفال، والأطفال شاركوا في الرسم أيضا ومنهم ابنتي. يتمنى سفيان أن يجد من يهتم بتنمية هذا الفن الجديد الصديق للإنسان في توفير فرص عمل، والصديق للبيئة في الحد من الإطارات التي يتم إحراقها وإخراج إبداعه وفنونه إلى النور. يعد سوق المجمبعية الأسبوعي من الأسواق الشعبية المتميزة في محافظة الحديدة، يقام في قرية ريفية بسيطة تتميز بالجمال والإبداع. يعد سوق المجمبعية الأسبوعي من الأسواق الشعبية المتميزة في محافظة الحديدة لما يتمتع به من مقومات البيع والشراء التي تلقى رواجا في مختلف المنتجات، وما يجعله فريدا إلى حد ما هو كونه يقع في قرية ريفية بسيطة. سوق المجمبعية يقام كل أسبوع بالسوق اللي يجد فيه وبالناس المتواجدة والمواشي والأصحاب الخضار، يعني يكون السوق مليح بالناس اللي يتواجدوا فيه، أما هو سوق قرية بسيطة مش قرية كبيرة. طيب ما الذي يميز هذا السوق عن باقي الأسواق؟ الأشياء اللي تواجد فيه، المواشي وأهل الخضار وأهل الحلويات وأي شيء يتواجد فيه خليه سوق مميز، بس أما هو قرية بسيطة. لعل من أبرز ما يجذب الناس إلى هذا السوق هو قسم المواشي أو المجلاب، والذي يضم عددا كبيرا من الأغنام والأبقار إضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى. ما الذي يتوافدون إلى سوق المجمبعية بالضبط؟ من أين يأتونها الناس؟ من كل النواحي، من كل القرى يأتون فيه علشان السوق. من أين بالضبط؟ يأتونها من جهة الجبل من فوق، يأتونها من جهة المنصورة، يأتونها من جهة المحطة حق المسعودي، من كل النواحي يأتونها، ومن القرى اللي مجاورة لها زي اللجام، زي محوى، زي حجاب، زي مساكية، زي المحلات، يأتونها كلها من هناك. طيب برأيك هل هناك شيء ينقص مثلا سوق المجمبعية؟ لا، ما فيش أي شيء ينقصه، يعني سوق مليح بس بيوم السبت فقط. الحبوب والفواكه والملبوسات إضافة إلى سوق الأسماك كلها تجتمع هنا، وما يدفع الناس للتوافد هي الجودة والأسعار المنافسة مقارنة بالأماكن الأخرى، واستمرار مثل هكذا أسواق شعبية موغلة في القدم هو أمر مهم لأبناء تهامة، ومن المستحيل بمكان الاستغناء عنها، ويسعون دائما رغم كل الظروف إلى إحيائها والاعتماد عليها. الآن مع مجموعة من الأخبار القصيرة. قتل اللاجئ اليمني عز الدين أحمد على يد رجل أمن صومالي في أحد مخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة في إقليم بوسوسو، واستنكر المجلس الأعلى للجالية اليمنية حول العالم ما جرى من اعتداء سافر على اللاجئ اليمني من قبل رجل الأمن الصومالي.
تمكن الشاب اليمني الدكتور كرم العتمي من عملية تطبيق إلكتروني لخدمة السياح، وقال العتمي إن تطبيق سبيرتلي أتى لتسهيل أمور السياح، بحيث تم التنسيق بين مرشد سياحي محلي وسائح يجعل السائح يعيش تجربة محلية كاملة. رسى مزاد على بطيخة على رجل من يافع بسعر تنافسي يقدر ب1,100,000 ريال، سيذهب المبلغ لتمويل استكمال مشروع. جاء ذلك خلال حفل نظمته لجنة مشروع طريق فرزة يهر شعب بن سعد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، أنتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.